أقول حجيت مع زوجي، وعند رمي الجمار رمى عني زوجي بالزحام الشديد، وقد رميت في اليوم الثالث من أيام التشريق الجمار بنفسي حيث لم يكن هناك زحام. وعملا بالأحوط رميت كل جمرة بإحدى وعشرين حصى، بدءا من الجمرة الصغرى، ورميت جمرة العقبة بثمان وعشرين حصى. هل رمي الجمار بهذه الصورة جائز أم لا؟ وماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. أولا التوكيل في رمي الجمار عند الحاجة جائز والحمد لله، إذا كان هناك زحام شديد وعلى المرأة خطر من دخوله فلا بأس أن توكل من يرمي عنها، وإذا رمى عنها أجزاء ولله الحمد. وكذلك المريض كبير السن، كذلك الطفل الذين لا يستطيعون المزاحمة أو لا يستطيعون السير من الجمرات إذا كانوا بعيد المنازل عنها لضعفهم لا بأس أن يوكلوا، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا الدين من حرج. فهذه المرأة التي وكلت، المرأة السائلة التي وكلت زوجها في شدة الزحام ورمى عنها، رميه عنها صحيح ومجزم إن شاء الله يزيد العذر. وما فعلته من أنها لما وجدت اليوم الثالث أو الثاني وجدت سعة فرمت عن الأيام الماضية فهذا اجتهاد منها، وإلا فرمي زوجها عنها مجزي لأنه في حالة العذر. ولكن من أراد أن يقضي الرمي، من أراد أن يرمي عن الأيام الماضية لأنه لم يسبقا رمى أو لأنه وكل وهو يستطيع الرمي وليس له عذر، فليس الطريقة كما فعلته هذه المرأة، لأنها ترمي على كل جمرة 21 عن الأيام الماضية، بل عليها أن ترمي عن اليوم الأول الجمرة الأولى وهي الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم ترجع مرة ثانية عن اليوم الثاني، وتبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة سبع حصيات، ثم ترجع عن اليوم الثالث وتبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة بسبع.